بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. إيه حلاوة جمهور مصر ده؟ إيه عظمة جمهور مصر ده؟ الحقيقة يعني بعد انتهاء مباراة منتخبنا الوطني، أو الحقيقة كمان قبل بداية مباراة منتخبنا الوطني الأولمبي في مباراته الأخيرة أمام جنوب إفريقيا في الدور قبل النهائي، منتهى السعادة اللي في الدنيا ومنتهى الفرحة اللي في الدنيا قد إيه لما عرفت إن 70,000 متفرج ويمكن يزيد عن 70,000 متفرج متواجدين في استاد القاهرة قبل بداية هذه المباراة الهامة جدا. الكل كان يتوسم في المنتخب الأولمبي أن يكون هو المنتخب القادم بقوة خلال الفترة القادمة، المنتخب الأولمبي هو المنتخب المستقبل، كل بيتوسم فيه وفي كل لاعبيه ان هم يكونوا مستقبل مصر خلال الفترة القادمة. ولكن الحقيقة أنا توقفت عند حاجات كتيرة جدا واحنا بنتكلم عن المنتخب الأولمبي، أبرز هذه الأمور وهي جمهور مصر. قد إيه الجمهور ده حلو، قد إيه الجمهور ده حاجة جميلة جدا. واعذروني ان أنا بقول الكلام ده لأنه أنا خلال الفترة اللي فاتت نسينا الجمهور إلا في المباريات المهمة الكبيرة جدا للمنتخب المصري الأول أو تصفيات أو كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، ولكن قبل كده كنا ناسيين الجمهور. الحقيقة ما كناش حاسين بقد إيه وجود الجمهور بيفرق كتير جدا جدا مع اللاعبين، وبيفرق كتير جدا جدا ضد الفريق الآخر أو المنتخب الآخر. وبالتالي منتهى السعادة، منتهى الفرحة، قد إيه كل ما حد يشوفني يقول لي إيه حلاوة الجمهور المصري ده، ايه عظمة الجمهور المصري ده، من اول دقيقة لاخر دقيقة واقفين في ظهر لاعبتهم، واقفين ورا لاعبتهم، حاسين ان هم هيكسبوا المباراة من اول دقيقة لاخر دقيقة. حاجة جميلة جدا. مش عايزين طبعا ننسى الجهاز الفني المحترم والرائع جدا بقيادة الكابتن شوقي غريب.